الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. فاكر لما كنا جينا نعرف أنواع المتغيرات عندنا؟ قلنا عندنا ثلاثة بيتعاملوا مع متغيرات الانتجر، اللي هما انتجر والشورت ولونج، وقلنا في نوعين تاني بيتعاملوا مع الحاجات الفلوت اللي هما فلوت ودبل. فتخيل كده إن إحنا عايزين ندمج بينهم في معادلة واحدة، هيكون الوضع بالنسبة لنا إيه؟ يعني هنا في المسألة دي كنا بنتعامل هنا فلوت وهنا فلوت. طب تخيل احنا حولنا واحدة فيهم انتجر، ايه اللي هيحصل؟ طبعا ان انت عندك متغير اسمه انت نم وفلوت فلوت نم. دول رقمين عندك، هتخلي مثلا اولاني التلاتة وهتخلي التاني تلاتة برضه. المفروض شكليا 2-1، ولكن مثلا لو جيت تطبع، لو قلت مثلا انت نم يساوي ومسحت نفس السطر وخليته في نم، جيت شغلت برنامج من واحد، تمام، ده ثلاثة وده ثلاثة. بس اتفرج معايا على الجيل دي، لو خليت مثلا انت نم دي ثلاثة ونص وفلوت نم ثلاثة ونص، طبعا ثلاثة بتاعت الان شال منها النص وفلوت فضل فيها ده النص. وده اول اختيار، ان انت عندك لو حطيت هنا في الانت حطيت لي جزء في كسر هيترمي ومش هتقدر توصله تاني، اما الفلوت هيفضل موجود زي ما انت عندك. فده الاختلاف الاول. الكلام ده مشكلته في ايه؟ مشكلته لما تيجي تعمل عمليات حسابية. يعني انت مثلا لو جيت عملت قلت عايز الميكس بينهم، يعني المالتبلاي بتاعهم، فلو جيت كتبت انت مالتبلاي ريزلت يساوي انت نم في فلوت نم، وجيت طبعا لما جيت طبعت في حالة ان هو كان انت، انت عندك تلاتة ونص في تلاتة ونص كام؟ عارف 11 بشوية تقريبا، هو طلع لك 10. السبب في ايه؟ السبب ان هو الاول حول التلاتة ونص بتاعت الانت لتلاتة، وبعدين ضرب تلاتة في تلاتة ونص بعشرة ونص، راح شال النص، فالدنيا باظت خالص. يعني هو كان من 11 وشوية وصل لعشرة، فانت بتفقد كمية اعداد كبيرة لو انت بتتعامل، لو انت مش عامل حسابك ان انت تتعامل بارقام كسريه. طبعا انت اساسا دي فوائد كتير، لو انت اصلا محتاج توصل للعدد الكبير مره واحده، او محتاج حاجات انت مش عايز فيها كسور لازم تتعامل مع انتجر، ولكن في العمليات الحسابيه لازم تتعامل مع الفلوت. طيب ازاي بتفرق بينهم لما تيجي تتعامل؟ مبدئيا لو انت مش معرف متغيرات، لو مش معرف متغيرات تقدر تعملها. يعني انا لو لغيت ده كده علمهم كلهم عليه كنترول كي كنترول سي، لو قلت مثلا تلاتة كده دي كده معناها تلاتة انتجر، اما لو قلت تلاتة بوينت صفر كده معناها تلاتة فلوت، كأني خليت الانت نم ده بتلاتة وده بتلاتة، فكده انت نم بتلاتة فلوت نم بتلاتة، ولكن الفرق ان الاولاني من نوع انتجر والتاني من نوع فلوت، بيفرق في العمليات بتاعته. طيب لو عايز اجمع بينهم، او عايز اخلي الواحد فيهم يساوي التاني،
في عندي حلين. الحاجه الاولى لو انا عايز اخلي الفلوس تساوي انت، يعني مثلا خليت في عايز لو هشيل ال هشيل انا كومنت من هنا عشان نظهر، لو حبيت اخلي في الانترم يساوي فلوت نم مش هيحصل حاجه، لان الاثنين لان الكسر هنا هيضيع، لان انت لما ما بيصحش كسور. اما لو عملت العكس فلوت نم سو انت نم، في الحاله دي مش هيحصل حاجه، لان هنا كده كده ده فيها الجزء الانتجر اللي هو الجزء اللي قبل العمليه الكسريه، وده موجود فين بس خلاص، وهيعتبر الجزء اللي بعد العمليه الكسريه هنا في الفلوت نم بصفر، لان هو هنا مفيش، فكده مش فارقه كتير. طيب افترض ان انت عندك رقمين فلوت، يعني انت عندك فلوت نم واحد او فلوت نم وفلوت نم واحد يساوي 3.5 او 2.5، وجيت خليت فلوت نم يساوي فلوت نم واحد، وطبعت فلوت نم هيطبع لك 2.5 زي ما هو. طب افترض انت في الحالة دي كنت عايز تتغلى عن الكسر، ممكن حل بالنسبة لك ظريف ان انت مثلا تقول فلوت نم ناقص نص، لو طبعت هديك 2، ولكن تخيل ان انت اساسا مش عارف الكسر كام. ففي حل موجود في لغة السي بلس اللي هو الكسر، موجود تقريبا في اغلب اللغات. الحل ده ان انت مثلا ده فلوت نم، انت في الحالة دي بس في الحالة دي مش عايزه تحوله للدكتور، تروح كاتب كده جاي قبليه فاتح قوسين وكاتب فيهم النوع اللي انت عايز تحوله ليه. فانا لو كتبت انت حلوله 1.5 لان هو بقى 2 وحذفت منه نص، فشيل منه النص خلاه 2. هو قيمته مش ب2، هو قيمته 2.5 بس في الجزء ده بس في المسألة بقى 2. وحتى لو جيت طبعته انت، يعني لو جيت طبعته بعد المسألة هتلاقي 2.5 زي ما هو، يعني هو ما اختلفش، هو الاختلاف بس كان في السطر ده، ان هو هنا خد بس لا حط قدامه كاستنج راح حوله للانتجر وشال الكسر وعمل العملية بعد كده رجعه زي ما كان. طبعا انت ممكن تخليه فلوت بس مش تفرق في حاجة ان هو اساسا فلوت، ممكن تخليه دبل، ممكن تخليه اي حاجة يعني. وضحت المشكلة دي؟ ممكن يعني الحالة دي ممكن تعمل لك مشكلة لو انت مثلا كنت بتعمل مع دبل ورقم كبير وحبيت تحوله لفلوت، الرقم هيبوظ لان هو كان كبير وصغر. فبالتالي انت ممكن تتعامل بين انت وفلوت او انت ودبل او لونج ودبل، يعني انواع مختلفة، ولكن بشرط انك تعمل حسابك على الجزء الكسري. لو هتعمل مع عمليات حسابيه فيها قسمه او ضرب يستحسن ان انت تتعامل مع حاجات فيها فلوت عشان ما تضيعش الكسور. لو عايز تحول من حاجه لحاجه عندك انت تستخدم الكاستنج اللي هو تحط تفتح قوسين وتحط فيه النوع اللي انت عايزه قبل المتغير بتاعك وتتعامل براحتك. الحمد لله رب العالمين.